تسال المنافقين راه هو في الاسفل كيجيو من بعد الكفار عند الله سبحانه وتعالى درجاتهم اقل من الكافر. لا كنقصد الكفار كنقصد المنافقين فقط. ايوا اذا ماشي منافقين منافقات ما نعرف دابا اما كاين منافقين ولا منافقات ما نعرفش شكون اللي فيهم. يعني بالنسبه لكم واش غتكون البراءه؟ ضروري هذا القانون هذا المنطق. علاش وداك كانوا حكموا على قبال ما يسمعوا له وقبال ما يناقش هي وداك كانوا ناقشوا وسمعوا له وبغوا يطبقوا الحق سمعتوا البراءة لا نقاش فيها لا نقاش فيها. التجارة في البشر؟ شو التجارة في البشر؟ زعما شي واحد شوف واش كتظنوا بأن شي واحد في المغرب كيثق بأنه توفيق بعشرين كان كيتاجر في البشر في العيالات؟ ما كنظنش شي واحد كيثق بهادي هما دابا الله سبحانه وتعالى احيانا كيجيو كيعمل لك البصيره. الامريكان كيقولوا less is more اقل هي الكثره. هادو بداو كيكثروا كيكثروا في الكذوب تتفتحوا. كان غير دار واحد جوج ديال الكذيبات ربما كانوا يسلكوها. يعني كتقول بان داكشي مفروش؟ ماشي مفروش داكشي معيق. من اي ناحيه؟ شحال من ناحيه؟ كل جهه كل جهه ما عرفوش يختاروا الضحايا لانه الشارع المغربي ما امنش بهم. ما عرفوش يركبوا التصريحات ما عرفوش يركبوا التصاور الفيديوهات اللي كانوا عندهم. ما عرفوش يختاروا شي عيالات يكونوا شويش خايبات بحال هاد الضحيات هادو. هما جابوا الجمال وقال لك هادو ما هادوك الخايبات راه ما يمكنش.